أن يعلم الرئيس أنه اليوم رئيس جمهورية، ولكن غدا سيكون رئيس سابق. يجب أن نؤسس لدولة مؤسسات وقانون. ولا يمكن إلا أن أقول أنني بصفتي أستاذ جامعي، وحينما أقول أستاذ جامعي فإنني بطبيعة الحال أميط اللثام وأشيح عن وجهي أستاذ جامعي رسمي. ولست لوحدي، جل الذين يعملون اليوم في قطاع التعليم مكتتبون في فترة الرئيس محمد عبد العزيز، جل العاملين في قطاع الصحة من أطباء مكتتبون في فترة عبد العزيز، جميع المحاكم اليوم على التراب الوطني تسير من طرف قضاة شباب مكتتبون من طرف في فترة محمد عبد العزيز، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. هناك شباب مستشارون، هناك شباب في سلك المالية، هناك شباب. البلد تعرض لهزات كثيرة منذ تأسيس الاستقلال إلى اليوم، السبب فيه لا يحمل الأشخاص فقط الذين باشروا أفعال خاطئة، ولكن السبب يتحمله أولئك الذين التزموا الصمت حيال ما يجري، وكان عليهم أن ينطقوا الحق وأن يتحدثوا. اليوم كل إنسان ساكت أراه يتحمل مسؤولية خطيرة جدا تجاه بلده ووطنه. قضية ما قضية شخص عبد العزيز، قضية دولة مؤسسات، دولة قانون، مشروع وطني حقيقي. إن أحزاب المعارضة التي كانت تتحدث عن الانتكاسة وتتحدث عن تقييد حرية الرأي والتعبير، أين الأحزاب السياسية التي كانت تصدر بيانات بضرورة تصحيح الوضعية وبضرورة كذا وكذا؟ اليوم لا توجد لا مجتمع مدني لا أحزاب سياسية، نخب متملقة يقولون الإجماع الإجماع على ما لا